بهدف تعزيز وتقوية التعاون بين البلاد والمملكة العربية السعودية، تجيء المقابلة التي جمعت رئيس المجلس العسكري الانتقالي الفريق ركن محمد إدريس تيبي رئيس الدولة مع الوفد السعودي برئاسة معالي الأستاذ أحمد بن عبد العزيز قطان وزير الدولة السعودي للشؤون الأفريقية. المقابلة بحثت تعزيز علاقات التعاون بين جمهورية تشاد والمملكة العربية السعودية في شتى المجالات، بما في ذلك التعاون في المجال الأمني ومحاربة الإرهاب بدول الساحل والمنطقة الأفريقية. كما ناقشت المقابلة تطورات الأحداث بدول الساحل وبحث الوضع بتشاد، لأن المملكة العربية السعودية أول الدائمين لمنظمة الساحل في حربها ضد المتطرفين والإرهابيين. وزير الدولة السعودي لدى الشؤون الأفريقية أحمد بن عبد العزيز قطان أشاد بالعلاقات الأزلية بين المملكة والبلاد. تشرفت منذ قليل بمقابلة فخامة الرئيس ورئيس المجلس الانتقالي العسكري، ونقلت له رسالة شفهية من سيدي خادم الحرمين الشريفين وسمو ولي عهد تتعلق بالعلاقات الثنائية بين المملكة العربية السعودية وجمهورية تشاد، ودعمنا الكامل لتشاد ودعمها ودعم استقرارها وأمنها، وإن شاء الله هذه المرحلة الحرجة التي تمر بها تمر في هدوء وفي أسرع وقت ممكن لتعود مرة أخرى كما كانت في أيام الرئيس الراحل. والمملكة تقدر وتثمن الدور الكبير الذي تقوم به تشاد ضمن مجموعة الجي 5 لمحاربة الإرهاب. هذا وذكر المبعوث السعودي بأن المباحثات مع الفريق ركن محمد إدريس ديبي رئيس المجلس العسكري الانتقالي تطرقت أيضا للأوضاع الإقليمية والدولية أو القضايا في شمال أفريقيا والتنسيق المشترك لمكافحة الإرهاب.